أهلا وسهلا بكم، سأقدم لكم في هذا الدرس طريقة تشخيص لواجهة XFCE لنصل في النهاية لواجهة سريعة وجميلة. سنحاول الوصول لواجهة على هذا الشكل، لكن الهدف من الدرس يبقى هو إعطاء أو إظهار الإمكانيات المتوفرة أو الموفرة من واجهة XFCE لتشخيص مظهرها وتنظيم مكوناتها. أنا سأعتمد على توزيعة كوزوبونتو أو بالأصح توزيعة أوبونتو بواجهة XFCE لأني ثبت الواجهة عليها. نفس الشيء يمكنكم أن تقوموا به أيضا، أي تثبيت واجهة XFCE على التوزيعة التي تستخدمون الآن، أو أن تعتمدوا على توزيعة تتبنى واجهة XFCE من البدء كتوزيعة كوزوبونتو. هناك أيضا توزيعات أخرى، منت XFCE أو توزيعة مانجارو، وأغلب التوزيعات الأخرى توفر نسخة خاصة بواجهة XFCE على مواقعها. إذا كما قلت، أنا سأركز في هذا الدرس على طريقات التشخيص من حيث المظهر والتنظيم. أشياء أخرى لو تطرقت لها سأضع روابط خاصة بها في الدرس الكتابي، كدورة جمعية لينكس ودروس المستخدمة هنا، دورة اللغة العربية، وأيضا بعض الأوامر لتثبيت وإضافة بعض السمات والإضافات. إذن سأبدأ بتغيير السمات والأيقونة. طريقة إضافة السمات والأيقونات مشابهة لما شرحت في دورة جمعية لينكس، لهذا قلت أني سأضع روابط لها. التغيير بعد الإضافة يكون عن طريق الدخول لقائمة التطبيقات والاعتماد على مدير الإعدادات في أغلب الأشياء التي سأقوم بها في هذا الدرس. سأدخل لمظهر من نمط، يمكن اختيار سمة النظام التي تريد استخدامها. أنا سأترك السمة البدئية في توزيعة كوزوبونتو هي جراي بيرد، لكني سأغير الأيقونات. هم يعتمدون على سمة أيقونة إليمنتاري XFCE Dark، أنا سأعتمد على أيقونة فاينس أزور. وبالنسبة للخطوط، الاعتماد هو على درويد Arabic Sans، لكن أنا سأعتمد خط عربي آخر، سأعتمد الخط التالي. إذن وأعود لكل الإعدادات. الآن سأقوم بتغيير الجزء الأعلى للنوافذ من مدير النوافذ. هنا نجد السمات الخاصة بهذا الجزء لإدارة النوافذ. أنا سأختار هذه السمة أو Blackbird، بالفعل Blackbird. وبالنسبة للعنوان أيضا أغير خط عنوان النوافذ لأجعله بخط عربي، نفس الخط الذي اعتمدت، فيكون على هذا الشكل، لكن سأجعله بخط عريض على هذا الشكل. إذن بهذا أكون انتهيت من تشخيص الأيقونات والسمات الخطوط. طريقة إضافة الخطوط أيضا كما شرحت في درس إضافة الخطوط العربية في دورة لينكس واللغة العربية. الآن سأمر لجزء آخر من التشخيص، وهو تشخيص العارضة العليا والعارضة السفلى. ما سأقوم به هو أني سأضيف أو أحذف عناصر من العارضتين وأشخصها وأغير تنظيمها لتلائم ما أريد أن أصل له في نهاية هذا التشخيص. إذا لتشخيص أي عنصر يمكن الضغط عليه يمين والدخول لخصائصه، يمكن أيضا حذفه أو نقله، لكن أنا سأختار الدخول لإدارة أو تفضيلات اللوحة، ومنه سأتحكم في جميع العناصر. إذا أولا سأقوم بتغيير عرض اللوحة أو حجم اللوحة. العريضة العليا أنا أفضل دائما في اللوحة العليا أفضل حجم 24 بيكسل، لأني لدي شاشات جهاز محمول صغيرة. وبالنسبة للمظهر لا أغير فيها الآن، يمكنك أن تختار هنا لون، تختار اللون الأسود في حال أردت ذلك. سأفعل أنا 6 أصفر هو رمز اللون الأسود، أو تختار من دائرة الألوان. بعد ذلك سأنتقل للعناصر لأقوم بتشخيصها. حذف أولا سأقوم بحذف العناصر التي لا أريد، وهي أزرار النافذة هي الجزء الظاهر هنا،
الذي يمكننا من التنقل بين النوافذ المفتوحة. سأقوم بحذفه وإضافته من بعد في العريضة السفلى، وأيضا الجزء الخاص بالتبديل بين مساحات العمل أو ما يسمى بالمكاتب الوهمية أيضا لا أريده، سأقوم بحذفه على هذا الشكل. الآن بقيت العناصر التي أريد الاحتفاظ بها، وأريد أيضا إضافة عناصر أخرى عن طريق الضغط على علامة الزائد. سأضيف إمكانية التنقل بين تخطيطات لوحة المفاتيح، أضف، وسأضيف أيضا فاصل، سأريكم لما سأضيفه من بعد. فتكون هذه هي العناصر التي أريد أن تكون في العارضة العليا. الآن سأقوم بتشخيص هذه العناصر من حيث مكانها وأيضا طريقة عرضها. سأبدأ بقائمة التطبيقات، قلت أن إمكاني التطبيق لا تشخيص عن طريق ضغط يمين والدخول للخصائص أو عن طريق اختيار العنصر في هذه النافذة والدخول لإعداداته من هذه الأيقونة. إذن ستعمل على هذا الشكل. إذن بالنسبة لقائمة التطبيقات، لاحظ أن هناك نص يمكنك أن تشخصه وتدخل النص الذي تريد، لكن في حالتي أنا أفضل عرض أيقونة فقط، لهذا أزيل التفعيل عن هذا الخيار عرض عنوان الزر، ولتغيير الأيقونة أضغط على أيقونة قائمة التطبيقات فتظهر لي نافذة يمكنني من خلالها اختيار الأيقونة التي أريد. الأيقونات التي تظهر تكون مرتبطة بسمة الأيقونات التي تستخدم حاليا على نظامي. لاحظ من هنا أنه يمكنك اختيار العديد من الملفات المقسمة إليها أنواع الأيقونات. يمكنك أيضا أن تظهر كل الأيقونات أو أن تختار أيقونات مشخصة من ملف خاص بك. في أغلب الأحوال تكون الأيقونات الخاصة بتوزيعات في الأيقونات المحلية، فتظهر هنا أيقونات خاصة ببعض التوزيعات يمكنك الاختيار بينها. أنا في أغلب الأحوال أختار أيقونة ديبيان. ومن حرر القوائم يمكنك تحرير هذه القائمة، إظهار العناصر التي تريد أو حذف العناصر التي لا تريد، لكن أنا لن أدخل في هذه التفصيل الآن. الشيء الثاني هو أني سأقوم بتغيير بعض أول أماكن المكونات. أريد قائمة التطبيقات، بعده فاصل، بعده الساعة، بعد الساعة أريد فاصل. إذن سأختار الفاصل وأقوم بجره إلى أعلى على هذا الشكل وراء الساعة، لكن لاحظ أنه لم يتغير الآن أي شيء، لأن إعدادة الفاصل ليست كما يجب، لذلك سأضغط على إعداداته وأقوم بتفعيل خيار التمديد ليأخذ الفاصل المساحة الفارغة كما ترون. وهنا في الأسلوب سأختار أن يكون شفاف ليأخذ اللون الذي أريد. إذن بهذا أكون غيرت مكانه. أريد بعد ذلك جعل تخطيط لوحة المفاتيح هنا، إذن سأقوم بتغييره إلى هنا، ولأغير طريقة عرض تخطيطات لوحة المفاتيح سأدخل لخياراته. من هنا سأختار أولا إضافة اللغة العربية كلغة إدخال، وسأختار أن يتم هنا إظهار نص وليس أعلام أو صورة على هذا الشكل. بعد ذلك مكان تذكير، بعد ذلك إضافة المؤشر سأقوم بجعله وراء لوحة المفاتيح. وبالنسبة لمكان التذكير سأتركه كما هو، وبالنسبة لزر العمل سأدخل لخصائصه. هنا يمكنني أن أختار كيفية إظهاره، هل أريد إظهار أيقونة على هذا الشكل، وهنا أختار الأيقونات التي أريد فقط. لاحظ أني لو قمت بترك هذا الخيار تسجيل الخروج وبراءه 3 نقاط، فحين أضغط على هذه الأيقونة سيعطيني نافذة تمكنني من اختيار أي جزء أو أي خاصية أريد أو أي عملية أريد القيام بها، هل إعادة دخول للجلسة، إعادة تشغيل أو الإطفاء، فأختار هذا الجزء فقط، أو يمكن ترك الاسم على هذا الشكل. إذن الآن انتهيت من العارضة العليا. هنا سأختار لوحة 2 وهي الخاصة باللوحة الثانية، وبدل أن أقوم بتغيير العناصر المكونة لها سأقوم بحذفها فقط لأريكم أيضا كيفية التعامل مع لوحة جديدة. سأقوم بحذفها عن طريق الضغط على هذه العلامة، تأكد أن لديك هنا لوحة 2، أقوم بحذفها
وأقوم من جديد بإضافة لوحة جديدة. إذا هنا لدي لوحة جديدة فارغة. هذه اللوحة لو تنقلت لعرض يمكنني أن أختار نمطها، هل هو عمودي أو أفقي. يمكن أن تجعل اللوحة على شكل عمودي هنا، لكن أنا سأختار أفقي. أقوم بتغيير حجمها ليكون 34 بيكسل. يمكن ضغط أو تغيير الحجم بدقة عن طريق أسهم لوحة المفاتيح أسفل أعلى 34. سأقوم بجره إلى أسفل وسأجعل طولها يأخذ طول الشاشة عن طريق تغيير هذا الخيار 100. سأنتقل الآن للمظهر وأعطيها لون أسود، رمز اللون الأسود هو 6 أصفار. يعني على هذا الشكل. الآن سأضيف لها عناصر. العناصر التي أريد هي سطح المكتب، نرى على هذا الشكل. أريد سطح المكتب، بعده فاصل، سأستعمل مرتين فاصل، بعده سأستخدم قائمة المجلد، سأستخدم إمكانية التنقل بين النوافذ المفتوحة، وهي مبدل مساحة العمل أيضا. أزرار النوافذ، أين أنت؟ أزرار النافذة. إذن هذه العناصر التي أريد أن أضيفها للوحة السفلى على ما أعتقد. بالفعل. إذن الآن سأعمل على تغيير تشخيصها أو تغيير أمكنتها. لدي عرض سطح المكتب أولا، يمكن من عرض سطح المكتب على هذا الشكل، لن أغير فيها أي شيء. بعده سيكون قائمة المجلد، تمكن من الدخول للمجلدات الموجودة في مجلد المنزل، وهنا الدخول لمجلد المنزل. فاصل، سأعطيه أيضا خاصية التمديد وأيضا شفاف، أغلق. بعده ستأتي أزرار النوافذ، هي النوافذ المفتوحة، يمكن التغيير بين النوافذ المفتوحة، لكني سأغير إعداداتها وبالضبط كالتالي. سأغير أو سألغي عرض تسمية الأزرار ليظهر لي فقط الأيقونات على هذا الشكل، أو كان يجب أن أجعلها بعد الفاصل، عفوا على هذا الشكل بعد الفاصل فعلا. إذن سأغير في المظهر إلغاء تفعيل عرض تسمية الأزرار، وفي عرض المقبض، المقبض هو هذا الجزء الصغير، أيضا سأقوم بإلغائه. وعرض أزرار مسطحة كان مفعل أو يجب تفعيله، أو إن أردت يمكنك تفعيله. لاحظ الفرق، وأن الأيقونات تظهر بنوع من التطبيب إن لم تفعله. إذن كان هذا أو كانت هذه إعدادات أزرار النوافذ. يمكنك هنا الاختيار أو اختيار هل تريد التبديل بين النوافذ باستخدام عجلة الفأرة على هذا الشكل، وأيضا هل تريد عرض الإطارات والنوافذ بين لجميع مساحات العمل أو لمساحات العمل الحالية فقط. إذا لو قمت بتفعيل هذا الخيار سيظهر جميع النوافذ في جميع مساحات العمل. إذا كان هذا بالنسبة للنوافذ. بالنسبة للفاصل الثاني سأقوم أيضا ب أو عفوا الفاصل سأقوم بتغيير إعداداته وأجعله شفاف وأعطيه خيار الفرد، فأحصل على الشكل التالي. إذن بالنسبة الآن لمد المساحات العمل، وأيضا سأقوم بتشخيص إعداداته. سألغي هذا الخيار عرض مشهد مصغر، كما تلاحظون يظهر مشهد مصغر لما يحدث في مساحة العمل. سأقوم بإلغاء تفعيله وأدخل إلى إعدادات مساحات العمل، وهنا يمكن أن أضيف مساحات عمل أو أحذفها. بالنسبة للأسماء، يمكنك أن تعطي الأسماء التي تريد. في حالة أعطي أسماء صغيرة وواضحة لكي تبقى لي هنا مساحة فارغة كثيرة للنوافذ المفتوحة. إذن أعطي فقط 1، 2،
ثلاثة وأخيرا أربعة. إذن على هذا الشكل أغلق، وهنا أيضا أغلق. ونهاية نلاحظ بالنسبة للعرض السفلى، نلاحظ هذا الجزء البسيط، فهو ما يسمى أو ما يمكننا من جر اللوحة لأي مكان نريد. كما قلت يمكن أيضا أن نقوم بجعلها عمودية، فهذا الجزء يمكن إخفاؤه عن طريق قفل اللوحة على هذا الشكل. إذن بهذا أكون انتهيت من الجزء أو العارضة العليا والسفلى. بقي لي سطح المكتب، سأضغط يمين وأدخل إلى إعدادات سطح المكتب، أنتقل لأيقونات. هنا يمكنني أن أتحكم في الأيقونات، حجم الأيقونات، يمكنني أن ألغي إظهار الأيقونات أو أفعلها من هذا الخيار. بالنسبة لي لا أفضل أن تظهر أي أيقونات على سطح المكتب الخاص بي، لذلك ألغي جميع هذه الأيقونات على هذا الشكل، وأنتقل للخلفية. نهاية لأختار خلفية كما أريد، سأنتقل لمجلد، أو سأختار هذه الخلفية، أضف، لا بأس بها. إذن سأختار هذه الخلفية، وأخيرا يمكن أن نضيف جماليات، أداة كانكي مثلا، أو اخترت خيار، أنا أريد الإشارة لأداة كانكي وأيضا لأداة تاكي في النهاية لأوضح بعض الاختلافات الموجودة في هذه في واجهة XFCE بالنسبة ل أوبس عفوا أريد أداة كانكي أولا وبعد ذلك نعود. إذن كانكي، إذن هذه أداة كانكي أيضا شرحتها في درس من دروس جماليات لينكس، يمكن تحميلها. وأيضا أشرت في الدرس لكيفية التعامل مع واجهة XFCE، وضح فقط وأنه تدخل إلى مدير الإعدادات، لأنك حين تقوم بتشغيل أداة كانكي بسمة معينة ستظهر لك خلفية الأداة السوداء. لذلك ستدخل إلى تضبيطات لمدير النوافذ، هنا تنظيم، وتقوم بتفعيل فاعل مزج العرض، سيكون باللغة الإنجليزية كومبوزيتور، فتقوم بتفعيل هذا الخيار فقط. يمكنك أيضا اعتماد أحد أدوات الشريط السفلي كأداة داكي، لذلك يمكنك مثلا حذف هذا الشريط والحذف، أو فقط أنا في هذه الحالة سأقوم بتفعيل الإخفاء التلقائي وملحقات، وأقوم بإظهار أداة كانكي على هذا إذا هذا الشكل. وبالتالي أكون حصلت في النهاية على واجهة تبدو جميلة على ما أعتقد، منظمة. يمكنني الدخول للبرامج التي أريد. أشير هنا أنه يمكن أيضا إضافة ما يسمى بالمطلقات البرامج لانشرز عن طريق طريقة سهلة، هي أنك تقوم بمثلا تريد أن تضيف فايرفوكس إلى هنا، تقوم بجره، وحين تظهر هذه العلامة الحمراء الصغيرة تقوم بترك الأيقونة وكرييت لانشرز، فيتم إضافة لانشرز مطلق تطبيق فايرفوكس هنا. أو في حال كنت أردت استعمال أداة داكي فهو يبقى، يمكنك أن تتركه هنا، يكون إمكانية ترك بين تو داك ليبقى دائما في النافذة، أو تضيفه إلى النافذة السفلى. الآن انتهينا من هذا الدرس، جمعنا بين سرعة واجهة XFCE وجماليات يمكن أن توظفوها في حال كان لكم جهاز ضعيف أو مواصفات ضعيفة، أو في حال كنتم تفضلون نظام سريع جدا جدا، لأن واجهة XFCE لا تتطلب موارد كما قلت كثيرة. لاحظوا الآن أني أقوم بالتصوير والتسجيل، تستخدم حوالي 600 ميجا و 30% من المعالج فقط. في الحالات العادية تستخدم أقل من ذلك بكثير. درس مقبل إن شاء الله أو درس قادم سنتعامل مع واجهة LXDE، نفس الشيء، نتعرف على طريقة تشخيصها بنفس الأسلوب. هي واجهة أخف من واجهة XFCE، ويمكن أن تكون أيضا خيار بالنسبة لمن له أجهزة ذات مواصفات ضعيفة. إذن بهذا أكون انتهيت من هذا الدرس، ونتمنى أن ألقاكم في درس قادم إن شاء الله. في أمان الله.